وأيضا تختفي السيارات التي تعمل بالوقود أو البنزين العادي. ده اللي هنناقشه أكثر مع ضيفنا المتخصص في مجال السيارات السيد ماريو غريب اللي بينضم إلينا عبر زوم من بيروت. صباح الخير سيد ماريو. في البداية يعني كمتخصص في عالم أو في مجال السيارات، يعني كيف تابعت هذه القرارات التي أقرتها دول الاتحاد الأوروبية فيما يتعلق بحظر بيع سيارات الوقود التقليدي لصالح أيضا السيارات الكهربائية؟ أول شيء خبرية أكيد حلوة لعشاق البيئة وللحفاظ على ما تبقى من بيئة نظيفة وعلى هذا الكوكب، بس كمان القصة دقيقة أكثر ومش بهالسهولة، لأنه صحيح في سيارات كهربائية عم تنباع بالأسواق العالمية، بس بعدها نسبتها قليلة نظراً لعدة اعتبارات. فمشان هيك أنا قراءتي للقرارات اللي عم تطلع إن كان من الاتحاد الأوروبي أو من غير دول حلوة كتير على الورق، بس فعلياً على الواقع يمكن 17 سنة ما يكفوا لتحويل هيدا الموضوع لحقيقة، لسبب كتير بسيط إنه البنية التحتية لاحتواء هيدا النوع من السيارات أو المركبات اللي بتمشي 100% على الطاقة الكهربائية، البنية التحتية منا جاهزة لاستقبال وتلبية حاجات هيدي السيارات. يعني لو توضح لنا أكتر سيد ماريو، يعني حضرتك قلت أنه طبعا القرار ده محتاج فترة طويلة علشان يتطبق، على الرغم من أنه في شركات خلاص هي منعت بيع هذه السيارات اللي بتعمل يعني صح بالوقود التقليدي. عايز أعرف إيه الاعتبارات غير أوكي موضوع البنية التحتية، وماذا تقصد بموضوع أنه البنية التحتية لهذه المركبات غير متوفرة على الرغم من أنه منشوف في سيارات كهربائية تعمل الآن؟ صح، وقت بنتكلم عن البنية التحتية عمليا هن كل محطات الشحن يلي هي نحن بحاجة لها نرجع نشرج هالسيارات الكهربائية لنقدر نرجع نستعملها. هيدي أول عائق، لأنه حتى بأوروبا كلها إذا بناخذ حتى كل دولة على حدة بنشوف يمكن ألمانيا هي أكثر دولة متطورة بهيدا الخصوص، بس بقية الدول بعدها كثير متخلفة بما يختص بمحطات الشحن، لأنه منا موزعة كفاية، والسيارات الكهربائية بالتالي ما فيها تتنقل على كل طرقات البلد لأنه ما في محطات شحن. ثاني نقطة لها علاقة بصحيح إنه أكبر صانعي السيارات بالعالم بلشوا يتحولوا للمركبات الكهربائية، بس هيدا مش إذا بدك استدراكا للخطر البيئي اللي بتشكله السيارات اللي بتمشي على الوقود العادي أو على المازوت، بس لأنه شافوا خاصة من بعد فترة كوفيد يلي قطع أنا يلي صارت بالرقائق الإلكترونية للشركات ويلي بعدها مستمرة حالياً، انه في موضه اذا صح التعبير او ترند يلي هو السيارات الكهربائيه، لانه ما كانوا عم بيقدروا يلبوا حاجات السوق بالسيارات الوقود العادي او المازوت، فاتجهوا نحو انتاج السيارات الكهربائيه يلي بتشكل هلا الترند، مشان هيك تيبيعوا اكثر هيدي السيارات. بس بعده كمان، وهون بنوصل للنقطه الثالثه يلي هي احدى العوائق كمان، هي انه هالسيارات الكهربائيه بعدها باهظه الثمن، يعني يلي عم بيتمتعوا بهيدي السيارات هن من طبقة اجتماعية معينة يلي هن الأغنياء والمرتاحين كتير على وضعهم، يعني صارت الترند وشو أوف أكثر ما هي مقاربة استراتيجية بهذا الموضوع. فبين الغياب البنية التحتية والغلاء يلي وغلاء بعد هيدي السيارات، ثمنها الغالي لهيدي السيارات، وغياب اذا بدك الحوافز بكثير بلدان بالعالم وخاصه هلا باوروبا نتيجه الحرب الاوكرانيه الروسيه وتداعياتها على البلدان الاوروبيه، الحوافز الاقتصاديه والماديه لشراء هذا النوع من السيارات كثير متدنيه والفوائد كثير عاليه. طيب سيد ماريو، ايضا يعني دعني اسالك عن فيما يتعلق، يعني حضرتك ذكرت عدد من التحديات فيما يتعلق بتطور صناعة هذه السيارات وأيضا تواجدها، و
واختفاء السيارات التقليدية في المستقبل زي ما حضرتك قلت، يعني هنحتاج إلى، ما زلنا نحتاج إلى يعني أكثر من هذه السنين اللي حضرتك ذكرتها، لكن هل ما زال ثقافة الأشخاص المقبلين على شراء السيارات، لا يعني ما زالت لسه ليست لدينا ثقافة لشراء هذا النوع من السيارات التي تعمل بالكهرباء، وما مصير أيضا ملايين السيارات التي تعمل بالبنزين أو السيارات التقليدية في ظل وجود السيارات الكهربائية؟ تماما، يعني رح بلش من يعني هيدا تحدي كثير كبير، لانه في مواد مكونه لهيدي السيارات حتى يمكن ما ممكن اعاده تدويرها او ادخالها بالاقتصاد الدائري، لانه مش رح يرجعوا ينجوا سيارات تعمل على الوقود والمحركات القديمه، فرح نفوت بموضوع له علاقه بالنفايات اذا صح التعبير، اللي له علاقه بالسيارات كثير كبير، غير عن قصه كمان يلي اذا فتحنا هون بين مزدوجين سريعا، قصه انتاج البطاريات يلي صحيح نحن عم نخفف من تلوث البيئة إذا تحولنا على السيارات الكهربائية، بس بنفس الوقت نحن عم ننسى أنه نحن عم نصنع بطاريات زيادة، وتصنيع البطاريات زيادة يعني عم نسحب مواد أولية من أراضي منتشرة حول العالم، هلأ بلشوا بالصين وبآسيا الشرقية أكثر شيء، أنه عم يستخرجوا هيدي المواد وعم يستخرجوها بطريقة كمان ملوثة، ففتنا بغير موضوع. فعنا موضوع لكن هيدي السيارات يلي ما إلها مصير، ما يعني بدها تنكب بطريقه ما بعرف اللي اقولها طريقه بيئيه اذا صح التعبير، وهذا امر كثير صعب. وبنرجع بعدين لموضوع الثقافه، هيدا الشيء اللي كنت عم بقصده بانه صانعي السيارات هن عم بند بموضه، لانه هلا اذا تسمعوا بالاخبار، اذا بنسمع مثلا شركات سويديه او نرويجيه او حتى اوروبيه من سيارات فاخره وسيارات رياضيه فاخره، هول هن عمليا يلي عم بينتقلوا وعم بيقولوا بلغتهم الماركتينج انه من هلا لل 2040، من هلا لل 2030 نحن رح نحول كل الفليت تبعنا ل 100% كهرباء، لانه هول لهم زبونات تقيله. وده حضرتك يا سيد ماريو اللي بتقول انه الفتره دي برضه مش كافيه، لانه برضه قرار البرلمان الاوروبي بحظر بيع هذه السيارات اللي بتعمل بالوقود التقليدي برضه كان بدايه من عام 2035، ترى انه هذه الفتره غير كافيه. صحيح، لانه البنيه التحتيه لحالها يعني عم نحكي فوق ال 9 تريليون، يعني يعني تخيلي انت اوروبا كلها عم بتجهز كل طرقاتها وكل المواقع للبنيه التحتيه اللازمه لهذا الموضوع، وانت اذا بتاخديها انت كمان على صعيد شخصي، انت هلا مثلا مستعده تبدلي سيارتك بسياره كهربائيه، مش عارفه اي نقطه ثانيه معقوله تشارجي فيها السياره لتقدر تكفي المشوار، فهيدي يعني هيدي جزء اساسي من تبطيء يعني لن يتم الموضوع بهذه السهوله. سيد ماريو، طب خليني برضو استغل وجودك معايا، ذكرت ايضا في خلال حديثك بانه هذه السيارات ربما ان كانت تباع اليوم فهي ربما الناس اللي بيشتروا هذه السيارات من الطبقه الغنيه جدا وبيكون نوع من انواع الشقف او يعني العرض. عايزه اعرف يعني سعر هذه السيارات اليوم، هل هو متوقف على البراند، على يعني الشركة اللي بتصنع هذه السيارة، وكم يتراوح سعرها من سيارة إلى أخرى، وإيه الحوافز اللي بتقدمها الشركات دي عشان تخلي الناس تشتري السيارات الكهربائية بشكل أكبر؟ بما أن موضة، فصانعي السيارات ما عندهم حاجة كتير ليعملوا لها هالماركتينج القوي، بس إنه هي بتواكب العصر بشكلها كمان العصري المتقدم، بالزوايد اللي متواجدة فيها، هالبيئة اللي عم بيخلقوها جوات السيارة من الراحة والترف وهيدي الأمور، هولي يلي عم بيشجعوا أكتر شيء يعني يلي عندهم إذا بدك هالحب لهيدا النوع من السيارات يروحوا تجاهها، خاصة إنه صانعي السيارات الماركات المشهورة هن تحولوا لهيدا القطاع، لأنه في هيدا الشيء اللي فيهم يستغلوه تا إذا بدك يستفيدوا من الأرباح، يعودوا فيها الخسارة اللي قطعوا فيها خلال فترة كوفيد وفترة اللي بعدهم عم بيعانوا منها الرقائق الإلكترونية. بس كمان إذا بدنا نشوف كمان كيف هيدا السكتور عم بيتطور، إذا بناخذ
مثلا شفنا الخساره اللي تكبدها ماسك لانه ما فيها المبيع اللي كانت متوقعه بموضوع السيارات الكهربائيه، والسعر تبعولها كان باهظ جدا. يعني اذا عم نحكي بالولايات المتحده بنطلع من 58,000 وبتوع، وهذا بيختلف من بلد لبلد 58,000 دولار. ايه دي يعني دي ممكن تعتبر ارخص سياره كهربائيه ممكن شراؤها. لا 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 اكيد لا اكيد لا، لانه عندي كمان فئات او موديلات صينيه بس منا ريلايبل كثير، يعني ما فينا نعتمد كثير عليها. نعم. يلي موجوده بكل البلدان حتى ببلداننا العربيه بنشوفها بس ما عندها استدامه كثير لانه معموله بطريقه كثير 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 بدائيه. سيد فالاسعار بتختلف من دوله لدوله اكيد بس كثير غاليين. طبعا احنا هنتابع معك تفاصيل هذا الموضوع لانه تفاصيل يعني شيقه، واحنا عايزين نعرف فعلا المزيد والمزيد حول هذا الموضوع. سنعود لك في حلقات ربما قادمه. سيد ماريو غريب المختص في مجال السيارات، انا بشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من بيروت على كل هذه المعلومات.